طب سؤال، وصلنا لنهاية هالسيزن من The Hangers، وأنا عادة ما بحب الوداع، بحب أحكي عن البدايات وعن المغامرات، بس ورا كل نهاية في بداية مغامرة جديدة ويمكن تاخدنا على طريق أفضل من اللي سبق ومشينا عليه، مش هيك بشارة؟ أكيد. هاي مو؟ هاي فاديا. هاي بشارة، كيفكن؟ تمام. وأنت؟ أنا صراحة شوي من رأيك فاديا، لأني ما بحب أبدا الوداع، يعني إذا بروح حتى بكون مسافر ما بخلي عالم يجوا معي ويقولوا لي باي، لأنه هالشي كتير بيزعجني. بس رح أقول أنه see you soon، بركي هيك أزبط إن شاء الله. أنا بلكي ما عندي كتير مشكل أنه ودع حدا، أنه بالعكس بشوفها it's a new step، adventure جديدة بحياتك. كتير تسلينا، حلو أنه كان قصير الوقت، المغامرات اللي عشناها بالفوتوشوتس، المطارحك شوي كانوا tense و challenging، فبحس حلو لأن كانت الفترة هالقصيرة هالقد، مش كان حلو أكتر. رح نبدأ بعناوين حلقتنا من The Hangers وآخر حلقة من The Hangers لهالموسم. كواليس تصوير فوتوشوت من وحي القصص الخرافية ضمن What's New، أخبار مهرجان دبي السينمائي بدورته العاشرة، وبفقرة Emerging Talent رح نتذكر سوا أجمل المواقف اللي قطعنا فيها مع كل المصممين اللي صدفناهم، وضمن فقرة Red Carpet Diaries بدنا نحكي هل فيها نلبس فستان كتير حلو على Red Carpet ويكون اللانجوري تبعنا مبين؟ ورح نحكي مين هن النجوم اللي عم يبرزوا أكثر من غيرون على الإنترنت ضمن فقرة فاشن أليرت، ومثل العادة قبل ما نختم مع فقرة بشارس كلوزت. القصص الخرافية ربينا عليها وأثرت فينا وانطبعت صورة بقلوبنا، بس ليش اخترنا هالفكرة بالذات لتكون محور الفوتوشوت الجديد؟ نحضر سوا هالريبورتاج. من أجدد لأقدم الأفلام الخرافية اللي أثروا على عالم الموضة، مثل Maleficent, Oz the Magnificent, Lord of the Rings, Enchanted و Alice in Wonderland. أزياء عالم الخيال تطور بال 2012، ومنلاحظ هالتطور من خلال كذا شغلة، من بيناتهم لبسة وستيلة لجينيفر جودوين البارز ب Once Upon a Time، وما ننسى أنه انعمل بآخر 3 سنين فيلمان عن قصة Snow White. Mirror Mirror ببطولة جوليا روبرتس وليلي كولينز، و Snow White and the Huntsman مع تشارليز تيرون وكريستين ستيوارت. مجموعات مليئة بفساتين برينسس مثل فيكتور أندرولف، لوي فيتون وألكساندر ماكوين، وأكيد بالأوسكار يلي هو أكتر ريد كاربت إيفنت بينطروا العالم وبيتضمن كتير فساتين برينسس، من بين توبات الشيفون الخفيفين، فساتين الريش وأكسسوارات الراس البراقة. كتير صعبة ما ننبهر بالقصص الخيالية. إذا كنت حاسة حالك إلهة خيالية بألوان حلوة فاتحة مثل الأبيض والزهر، أو حتى ملكة شريرة، كتير حلو نشوف السحر بمجموعات المواسم. شو في أجمل من إنك تتمتعي بعالم الخيال وقصص الأطفال، وللحظة تصدق إنه فيك تعيشي بسعادة وتألق كل أيام حياتك. بما أنه عم نختم آخر حلقة، حبينا نعطي هالمشن لبشارة ولمو لنشوف كل واحد منهم كيف رح يترجم هالفكرة على طريقته. بدي بلش مع مو. أنا فيري تيلز وكل شيء هيك شوي سبيل خاصه بفيري تيلز ما كتير بيعني لي، سو شوي كانت تشالنجينج لإلي كيف أنا أفكر فيها. وقلت إذا بدي أعملها لفاديا أفلن، يعني هو الحدا المش منيح الشرير بالفيري تيل، أوريدي عملنا ستايلينج بيشبه هذا الشيء قبل من غير حلقات. وإذا بدي أعملها the princess the very charming وهيك، كمان صعبة لإلي لأن فاديا بلكي شوي سمرة، كمان جمالها مش كتير بيبي فيست، إنه حسيت إنه رح تكون تشالنج لإلي. بس رجعت ترجمت إنه جربت قد ما في نعملها the princess. ما بعرف، بدي أشوف كيف. طب حتى نشوف the princess على طريقة مو كيف طلعت. هاي اليوم ثيم لآخر شوت بعمله لفاديا هو فيري تيل. فيري تيل هو موضوع كتير وايد، فينا نعملها a princess، فيها تكون a villain. أنا جربت أعملها a princess بس كمان with a little twist، حبيت شوي تكون تشبه a bird عصفور، وهلأ رح تعرفوا ليه بالميك اب وبالشعر وبالتيب. Another catalog again, she's getting at me. Ooh,
يعني قبل ما نحضر الفوتوشوت تبعك بشارة تحت نشوف المشن انت كيف ترجمتها، شو رأيك اول شيء بالريبورتاج اللي حضرته؟ صراحة يعني اول ما شفت عم تحط لها الرموش قلت انا كتير انبسطت اني ما عملت هيك شيء، لانه كنت عم فكر كمان انه كبر لها رموشة وخبار، بس حبيت كتير. اول شيء فكرتها فلوتينج فيش او شيء، فطلع هي لقى عصفور. وحبيت اللوكس التانيين مع الدخان كان كتير لذيذ، هيدا المست هيك كله فلذيذ حبيت. بس قبل شو عم تعمل؟ الكلب شو عم يعمل عندك؟ ما بعرف، هو اجى لعندي ما فهمت. مفروض يكون هيدا كلب انا صار عند بشارة، هالقد العالم بتحبك حتى الكلاب. حتى الكلاب وحتى يعني شو بدي اعمل؟ انا ماجنت. على كل حال بس خليني له شغلي لمو انه كثير انا تعذبت بهيدا، بعرف بعرف كثير تعذبت فادي، ام سوري، كثير وجعوني عيوني، كثير وجعوني ظهري، هيدي بخبرك اياها لك بشاره قد ايه تعذبت. من شو كنت عم تعملي يعني؟ طب رح شوف اذا معك تعذبت. انا اكيد انه الصور كثير حلوين. ايه لا الصور فظيعين، هو كله حلو، بس خلينا نشوف الفوتوشوت تبعك وتنشوف اذا تعذبت او لا. ما تعذبت مع مو. اليوم عم نعمل ثيم فيري تيل، وقررنا انه نصور عند اكزيبيشن لهاس دريس. هاس دريس ديزاينر، عم ناخد تياب من عنده كمان، ورح نشوف كيف رح يطلع معنا بالفيري تيل. هلا الميك اب قررت لفاديا نعمل لها شيء شوي افتح من لون بشرتها العادي، لانه عم نصور بالليل والمود هيك شوي خفيف وفيه كتير شمع والوان، وفيه كمان سكالبتشرز معمولين من شمع، فالميك اب طالع شوي افتح. الشعر اشتغلنا على شيء فينتج، بعرف هلا في كثير عالم رح يقولوا لي معقول فينتج، بس عملنا شيء كثير سمبل لانه كان بده يكونوا الفساتين هن اللي اخذين الاهميه اكبر بهالشوت. شعراتها رح يكونوا نازلين على كتافها، وهلا بنشوف شو بيطلع معنا. شوف رأيك مو هل يا ترى بشارة نفذ المشن؟ حبيت الدراسز كتير حلوين، very good choice of dresses، وكتير انه قدام حزوز انه كان في exhibition قدرت انه ترجمه. بلكي شوي بمطرح حسيت طلعت برايدل اكتر من انه fairy tale، بس disregard طلعت كتير حلوة، كتير حلو بس نامت على الفستان instead of كانت واقفة عم تعمل posing والفستان وراها، لان هيدا بين برايدل، بس لما نامت على الفستان بين fairy tale ايش اكتر. اللايتنج كتير كان حلو، مود الشموع كتير حلو، فا I think you guys were very lucky، كتير كتير كان حلو السيتنج. يعني أنا صراحة حبيت الاثنين، حبيت مو أنت كيف اشتغلت وبشارة كيف اشتغل. عم تصيرنا هلأ فادي. لا ما عم صيركم، حبيت أنه طلعوا أنه الثيم ما بيشبه بعضه، أنه كل واحد أخده بغير طريقة. بس نحن بدنا نقول أنه مجال التصويت رح يضل مفتوح، ونحن ناطرين أكيد تصويتكم على الفيسبوك إذا عبالكم تعطوا رأيكم بالستايلينج اللي عملوا مو وبشارة. أكيد نحن ناطرين كل التصويت على فيسبوك وعلى انستغرام، واكيد على العناوين اللي عم تمرق حاليا على الشاشه. قبل ما ناخد بريك رح نتذكر سوا 12 شوت اللي صورناهم بهالسيزن.
بفكرة واتس نيو أول خبر عندي من مهرجان دبي السينمائي بدورته العاشرة اللي استضاف كتير من النجوم مثل كيت بلانشيت اللي طلت بفستان بوردو من فالنتينو ونعومي هاريس بفستان من مونيك لويليه وروني مارا بفستان أبيض من لونفا وكان في يسرى اللي لبست المصمم رامي العلي وكان في ناديا الجندي ومنى زكي وغيرهم. ونظمت إدارة مهرجان دبي للسينما أوكسفام تشاريتي بول غالا اللي تخللوا مزاد علني لسيارة أستون مارتن فانكوش اللي تصممت لمرور 50 سنة على شخصية جيمس بوند ومباعت تذاكر لحضور العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد ومجموعة تذكارات من أفلام جيمس بوند وخصصت التبرعات لدعم الأطفال السوريين اللي عايشين بمخيمات بلبنان وبالأردن وأنتوا كمان مشاهدينا فيكن تساهموا بالتبرعات إذا زرتوا الموقع الإلكتروني www.oxfam.org.uk تعرفوا أكثر عن التفاصيل. كتير حلو هيك. أنا عندي خبرية عن سكارليت جوهانسون. Recently هي وبات ماجراث the official makeup artist لدولتشي & غابانا عملوا a campaign لدولتشي & غابانا makeup للشتوية كان اسمها Passion Eyes campaign وكان فيها eye shadow, eye pencil من لون burgundy ومع pink lipstick و pink blush فكتير كان حلو خصوصا مع سكارليت عيونها الزرق وشقرة كتير look very nice حلو. ففينا نعتمدهم بهالشتوية للي مش عارفين هلأ شو بدهم يعملوا new looks for the winter. وأنا رح أحكي عن دار روشا بدبي اللي صار فيه عرض أزياء وحفل إطلاق عطرة الجديد سكري دو روشا بحضور النجمة سيسيل كاسيل وهي الوجه الحملة الإعلانية اللي تصورت وكان لها جلسة مع الصحفيين قبل الحفل اللي صار بأوتيل وان أند أونلي ذا بال. وأنا بدي أقول مبروك لكيت وينسلت اللي صار عندها بيبي بوي ومنشوف كيت بفستان أسود وأبيض من ستيلا ماكارتني ومنشوفها بالشهر التاسع بفستان لجيني باكهام أحمر. فهل رح تقدر أقولكم ترجع لوزنها وشكلها قبل الحمل؟ أكيد مش صعب عليها كتير وأنا كمان بحس إنه أكيد. هيدا كانت أخبارنا ضمن What's New رح ننتقل سوا لفقرة Emerging Talents وراوند أب سريع عن الديزاينرز اللي صدفناهم بهالسيزن. Everything for me in fashion design is inspiring. بستوحي ديزايناتي من كل شيء حواليه. ميكساج اوف كتير اساس لانه كان اول عرض بدبي بفاشن فورورد بابريل وكنت كتير بانيك وخايفه but at the same time very هيك it was like a dream يعني. يوجوالي انا بحب simplicity بلاقي الواحد simplicity تبعيته بجماله بحب ظبط الفساتين بعمل كل فستان حسب المرأة وحسب جسمها كيف وحسب هي كيف شخصيتها لهالكولكشن اخذت الانسبيريشن تبعيتي من الجاردن اكشلي اول وحده لبستني هي ليلي الن اوكي واي ثينك وقتها هي لبستني اعطتني كريديبيليتي لانه وقتها ليلي الن كانت طالعه وكان everyone was interested فيها. طريقه شغلي انا بتختلف شوي عن طريقه الشغل باقي الديزاينرز لانه بدل ما ارسم وبعدين اشتغل على منكن الواحد تبعي انا ببلش شغلي شو منكن. هول الفساتين مهضومين لانه كل وحدة عندها قصة اذا بدي ايه ما هي شو القصة شي عندي هول اول اثنين غري والفير سي دي غيبور جبتهم معي من ايطاليا وانا اجمالا كل الماتيريال تبعي مزبوط عندي القماشة وعندي البطانة بس الفايندينج الصغار هني بكمشون شوي الديتيلز هني اهم شي بالفستان. انا بالنسبة لي فستان العرس لازم يكون very simple وكلاسي واليجنت ويبين عن شخصيتها للبنت واهم شيء تنقي الكات اللي برحله شو احلى شيء على جسمها مش تنقي شيء لانه دارج لازم تنقي شيء بيمثلها هي نهار عرسها. هيدي الكولكشن كل فستان شيء كل واحد عنده قصته كل واحد عنده الكونسبت تبعه لحتى تكون الكولكشن منوعه. بدي جرب كمان بال 2014 كمان اعمل نفس السيستم انه قصص كمان قصص جديده بعد اكثر قد ما فيي يعني الوان غريبه كاتس غريبه متنوعين كتير يكونوا لحتى بعدين انه يصير عندي تشكيل كبير اللي بعدين اقدر اصير اشتغل كونسبت باي كونسبت. بالنسبه لي ما في كولكشن بتكون ناجحه الا ما يكون في كونسبت قوي وراها. الكونسبت ياخذ معي انا عاده بين 3 لـ 4 أشهر وونس الكونسبت والفكره تبع الكوليكشن تكون حاضره الديزاين بروسيس والاكزكيوشن هن الفن بارت تبع الكوليكشن كلها.
كل فستان بعمله في قصة من وراه. So in every collection, من أول ما بلشت my own line, من أول collection لهلا, بكل collection في a story and a concept بمشي وراه. وكل فستان له خبرية. أول شيء عم برسم characters, ما عم برسم تياب. بعدين من ورا هالكاركترز بطلع بستوريز وبصير من هالستوري عم طلع الانسبيريشن تبعت الكولكشن, لانه كل كولكشن بعملها بيكون عندها ديفرنت ستوري. خاصة بهيدي الكولكشن استعملت كثير ذا نيود كولرز والاحمر والابيض لانه كانوا اكثر الوان في يبين فيهم كل شيء under the skin. بحب حدد الخصر ويكون عندي volume يا من فوق يا من تحت, يعني ما بحب كل شيء يكون سنتري أو حدد الجسم فولي من فوق لتحت. خطوط الموضة العريضة تبع أنا هي مستوحية من مصممين لبنانية, على سبيل المثال اللي صعب وزهير مراد وصل عالمية. أنا ما في يقول أنه دار ديار أو دار فالنتينو منهم المهمين, بس نحن عنا مصممين لبنانيين جدا المهمين, فأنا الكولكشن تبعي بستوحيها منهم بالخطوط العريضة. الاستوحى هو منه تقريبا. الكولكشن فجأة اللي عملتها السنة كانت شوي artistic side, يعني فيها قصص ممكن تكون غريبة بفستان. تعلقي بالسفر وتعرفي على حضارات مختلفة وشغفي للفن كان له أثر كبير على تصاميمي, لأنه أكثر البلدان اللي زرتها ألهمتني لخلق مزيج من الألوان والقصات من عدة حضارات مختلفة لطلع أنا ستيل جديد. بيقولوا لي إنه ما بتخافي من الألوان. نحن في ناس مثلاً زبونات بيجوا بيقولوا لي أنا إذا بدي ألبس الأخضر مع البرون هيك ما بسترجع, أنت وقت تحطيهم بس بيطلعوا حلوين. اللي أهم in my inspiration هو كمان الانسبيريشن that my client aspires for. مش شطارة بس نفوت على جسمها ونفوت على قياساتها ونقدر نفوت على فكرة على حياتها على الإيمج اللي هي بدها تعطيها, وعلي بعد شيء أغمق من هيك اللي هو الانسبيريشن تبعولها. كون كتير أناني إذا بس حكيت بانسبيريشن تبعولي. هلا ليكو صراحة the experience of my life was David LaChapelle. Okay. هيدي كانت أول experience. It was يعني كمان it was the biggest risk I took and أكبر درب جنون بسوي بحياتي. Thank God I was 19 years old وقتها, لأنه بفكر في نعيدة بحياتي اليوم. يعني الكوليكسيون تسميت بلاك رو أو سميتها بلاك رو لأنه مستوحي من الغراب. ليه الغراب؟ لأنه كتير كاريزماتيك أروغان كمان. حتى البراند تبعيتي سميتها كوربو, بس لعبت بالكلام كورب يعني جسم بو وجمال. الكراهية اجمالا هيدا بيستعمل اجمالا على الزيف تبع السطين حتى يعمل فوليوم او يوقف التنورة من تحت, واكيد بيجي على عدة قياسات تعرضوا وهيدا. بقول جربت هيك البير افار, يعني عم بلشت اشتغل بالصدفة كنت عم تركبهم وطلع هذا الاسم. عادة بنبلش دايما بحط تم معين, ومن خلال التم بنبلش نحضر القماش والالوان والاشياء التطريز او الشكل بدنا نستعمله على الفساتين حتى يكون طالع الكولكشن كلها بتشبه بعضها ما يكونوا مختلفين عن بعض. انا كثير بحب شوف المره او المره اللي عم تمشي حد مثلا فايتين على شيء ايفنت تكون فيري كلاسي فيري هيك اليجنت و يعني كل شيء عم تشوفوه هيدا ستيلي انا, يعني هيك حق هيدا الكولكشن هاي انا, والكولكشن اللي حتشوفوهم بعدين حيكونوا تقريبا كمان كلهم نفس ال هيك كتير رويالتي. وصلنا هلا لفقره ريد كاربت دايريز, وعندنا اول سيلبرتي نحكي عنها وهي ايفانجيلين ليلي, لابسه فستان اسود من البرتا فيريتي. كتير حلو, انا كتير حبيت. كانت بهابت موفي بريمير ببرلين. كتير حبيت the lace sleeves, كتير حبيت انه how it's fluid, it's very feminine, it's very red carpet, يعني كتير خرج red carpet. أنا كمان كتير حبيت. أنا مرة كنت ببرلين سنة الماضي على البريمير تبع سالت, وكانت أنجلينا جولي كمان لابسة فستان أسود كتير حلو fluid وهيك. واو. كنت بعيد عنا شي 6 أمتار. Nice. بس ستة كنت واقف فوق عم تفرج. بس اللي كتير حلو انه ببرلين الريد كاربت بيكونوا كتير قريبين من العالم. يعني الناس بيكونوا عن جد literally واقفين حدهم للسوبر ستارز. انا كتير حبيت الفستان انا كمان, وسبشلي لانه اسود
ليس ليس والحلو الليس كيف طالع على ايدها لايفانجيلين لا لا كثير حلو الفستان اتس فيري اليجنت از ويل يعني مين عندنا انا رح فرجيكم ليا ميتشل بطله مسلسل جلي اللي اطلقت البومها من فتره ورح فرجيكم اياها بفستانين على الريد كاربت اول واحد هو من ماركيزا لونه فضي very nice وثاني واحد من اليساب فوشيا شو رايكم اول واحد كانت لبسته على الجولدن جلوب اووردز والثاني كانت لبسته على بيبلز تشويس انا افضل اول واحد حبيت الماركيزا انا حبيت الماركيزا بس انه كمان شوي كثير حسيته revealing من قدام حسيت ما بيشبه شخصيتها whatsoever although it's a very nice dress كتير حلو الفستان بس مش هي يعني ما حسيته her character أنا الماركيزا دريس كتير حبيته يعني القصة كلها وكيف طالع على جسمها even though يمكن منه ستيله بس كتير حلو كيف كانت لبسته للفستان okay. أنا حبيته كانت كتير elegant وشكله على red carpet كان كتير كتير منيح فستان اللي صعب أنا كتير حبيته بس يمكن ما كان حلو على red carpet لانه كان في كتير كلاش باللونين بس كان طالع حلو عليها يعني it's her choice eventually يعني يمكن مثل العادة الفنانين بيغلطوا باشياء بس انت ما زعجك انا ما زعجني انا اتنينتو ما زعجوني بالعكس انه حبيت انه شفتها بلونج دريس وبشورت دريس يمكن الفوشيا منه كتير انا ماي فيفورت كولر حتى مش الفوشيا الشوي الشكل اللي عليه كمان لانه في بس انت بتحسيه بمطرح انا ما كتير بحب هدول الالوان يلي كتير هيك فاتحة وقوية بس حبيته عليها كان يعني كان حلو اتنينتو حبيتهم مو أو فادي على طول بتحب تشوفهم للسوبر ستارز بفستان طويل وفستان قصير نشوف إذا أجسامهم حلوة طيب رح فرجيكم هلأ مين معنا كان في ببيلبورد وومن أوف ذا يير أورد إيفنت أول حدا كان في بينك بالإيفنت كانت لابسة إيرفي ليجي دريس كانت هي وزوجها كاري هارت وكانت لابسة جيمي تشو شوز انا يوجولي ما بحب إيرفي ليجي دريسز وهذا شوي ما زعجني قد ما هي يوجولي شو بتلبس بس كمان ما حبيته كثير للفستان اتس نوت ا فيري جود تشويس للبينك انا ما بعرف ليش حسيته للفستان طالع كثير ديجيتالي امبيرد او بيكسلايزد وعاده عاده إيرفي ليجي بيعملوا كثير فساتين بولد كولرز انا ما عرفت انه اصلا إيرفي اكزاكتلي انا يمكن اول مره بشوف شيء هالقد باترن من إيرفي بس انا حبيت قصته للفستان لان دغري مش دغري بتعرفينه إيرفي ليجي دريس اكزاكتلي هذا الشيء اللي حبيته بس يمكن لو غير برنت او غير تكستشر كان ازبط ثاني حدا بالايفنت كمان كان هو جانيل موناي جانيل كانت لابسه فيري نايس اكريس جاكيت كانت شوي ميليتري وعليها ستادز وكانت لابستها مع بلاك سكيني بانتس كريستيان لوبوتان شوز كثير حلو ستيل لانه خلص صارت شوي ايكونيك كانت طالعه بتاخذ العقل اصلا ايه انه ما فيك تتخيلها بغير ستيل لبسته وخصوصا انه الاسود كثير بيلبق لها وبتعرف تلبسه صح انه exactly. اوقات بتلبس اساس اجي روك اند رول بس بذات الوقت بترجع بتعطينا ذس كلاسيك فيل ما بعرف انا كثير حبيتها فاضيه انا كثير حبيت وما في علق وسبيشلي انه لابسه اسود كمان إيه بس انا رح اقول شغله انه الستادز والجاكيت والسكيني بانتس اللي لبستهم كتير بطريقة حلوة مزبوط هي من العالم القليل بيلبسوا الأسود مش لأنه سيف كولر True. بيلبسوه because it's a statement وأنا كتير بحب هالشيء مزبوط ورح ننتقل من الأسود للأخضر okay. تنشوف إليزابيث رام لبسة إيراندي رام جرين دريس at American Hustle Premiere بنيويورك حلو الفستان واو وإليزابيث تعلقت أنه اختارت اللون الأخضر لأنه بعدها حاسة حالها بأجواء العيد وإيمي آدمز اللي عم تهتم أكثر وأكثر بلبسها وخصوصا بهالفيلم اللي استوحت كل بساطينا من السبنتيز وأخذت كتير تيب من جوتشي وسان لوران وعم نشوفها بالافتتاحية لابسة فستان أسود من تصميم إلي صعب كمان حلو هذا ستريس كتير حبيت عليها
ما بعرف اذا حضرتوا ذا موفي او بعد. لا انا بعد ما حضرته. كثير حلو الفيلم، كثير حلو. شو حبيت اكثر شيء؟ الفساتين ذا 70s، كيف كلهم كيف لابسين ذا 70s، يو سي ذا 70s هير. كثير حلو الفيلم، بس كثير حبيت كيف طالعه ايمي، وكمان ديان كثير حبيت الدريس، سو اتس ا باكليس دريس، اتس فيري فيمينين وهيك ريترو شيك. سو انا كثير حبيت الفستان، ذكرني بجيسيكا رابت شوي مع انه لونه اخضر بس نفس القصه تبع الفستان، وهذا السيلويت الريترو كمان كثير لذيذ. وهي وفادي عم تقول انه استوحيت كل فساتينها من فتره السبعينات واخذت من ما بعرف مين وما بعرف مين. انا توقعت انه حتقول بشارة عطلة بيناتهم. لا هلا بشارة ما عليه، لا ما ان شاء الله يعني بعدين يعني بالمستقبل، بس انه هلا مش الحال. انا حألبس من عندك مش غلط. رح ننتقل ل... لا انا مو بدي اخبرك خبرية قبل ما انت تخبرنا شيء، لانه في عندي ديان كروجر اللي كانت باليوروبيان فيلمز اووردز ببرلين وكانت لابسه فالنتينو كوتور. المشكلة الوحيدة انه كان اللانجوري مبين من تحت الفستان كل الوقت. انا ما كتير انتبهت له شو مبين. ما بننتبه بالصورة هيك بس اذا منشوف صورة مزبوط كان مبين. بس كتير حلو الفستان، كتير حلو الفستان اكيد فالنتينو كوتور يعني كتير بياخد العقل. وعادة هي ما بتغلط كتير وما عندها ستايلست يعني، بس انه يمكن هاي اول غلطه بتعملها هيك سيريس انه تكنيكال وورد مال فانكشن. يمكن قد ما الفستان كتير حلو بس عن جد كثير طنشت انه اللانجيري. انا ما فادي بس الفستان روعه. واو. رح كمان نرجع لنشوف انذر موفي بريمير اوسج كاونتي اللي كان فيه جوليا روبرتس. جوليا روبرتس كانت لابسه بيرنزا شولر بيربل دريس وكانت لابسه تشارلوت اولمبيا شوز. الفستان مهضوم، اتس سيف، ما عنا لي شيء، بس ما حبيت كيف لبقت لون الشوز مع الفستان. انا ما كتير بحب لبق كله بلو. ايه بلو بيربلش بلو اسود وفيه هيك زيح مبين عليه نفس اللون مثل الفستان. لا بس اللي ما انتبه انه حتى جرين نكلس. ايه هذا حلو، عملت شويه كسرت اللون، كسرت شوي. انا بحب بلاكين. اللون الازرق مع الاخضر مع بعض. مع انه ماني لابسه ازرق بس لبسة أخضر. لبسة أخضر. أنا مش شايفه للفستان فادية. وكمان بالموفي بريمير كان في جوليت لويس كانت لبسة نايم خان دريس فوشيا أند بلاك. كمان هيدا من الفساتين اللي ما بيقطعوا يعني، حسيته شوي بشو ما بذكرك بشارة بالمكسيكان هيريتيج يعني، بدأ سومبريرو عشوائي وبصير نترقص فيه. ما حبيته للدرس، it's very cheap، it's a bit Halloween. معنى لي أنا المشكلة بالفستان هو أنه مقصوص على الميلتين يعني، خصره مشطوب وكتفه مشطوب وطالع الفوشيا بس من فوق ومن تحت كله أسود. فحسيت أنه هيدا الشيء اللي قطشه. ايه ما انا افضل ما اعطي رايي صراحه، لانه ما حبيت اللون ولا حبيت الفستان وما حبيت الكومبينيشن. بس رح احكي هلا عن كل هول وما رح تعطي رايك فاديه يعني صراحه. رح اعطي رايي ان شاء الله ما تعطي رايك فينا اليوم شو لابسين. على فكره اليوم نحن ثلاثتنا لبقينا بعض لبقين بس بالغلط انه ما ثاقبت انه ثاقبت هيك مش انه محضرينها. هذا لانه يمكن حسينا حالنا باخر حلقه. بعتقد هاي ثالث مرة بتصير معنا بالشو. لا انا مزبوط بتسيب هيك، بس انا حاسك انت اورسو جاي فادية. على فكرة قد ما هو بيكره الانيمال برنت، نحن حاكين اساسا بالحلقات الماضية قديش مو قديش بشارة بيكره الانيمال برنت، وانا ما خبرته شو لابسة اخر حلقة، فقلت له بدي اعمل لك اياها سربرايز وتطلع فيه. ما عم يعطيني وجه حتى. ما علي اتس ان ستايل شي كان بول ات اوف. يعني منيح انه المساعدة انه قصت الفستان كثير حلوة. مزبوط. ورح احكي هلا عن most research stars through internet according to IMDb. هالموقع الالكتروني مختص بكل شيء عن النجوم واهل السينما والافلام، وفي 110 مليون يوزر. انا واحد منهم. عن جد؟ أيه. بحسب هالموقع بتجد جينيفر لورنس بالمرتبة الأولى بالريسيرش، وهي بطلة فيلم The Hunger Games، وهي مرشحة على جولدن جلوب 2014، وبدنا نقول إنه هي سفيرة لميزون ديور. بالمرتبة الثانية في عنا كلوي موريتس، هي ممثلة أمريكية عرفناها بفيلم كاري وعطتها مجلة ال جايزة The Future Icon Award. وعنا بالمرتبة الثالثة النجم اللي أنا كتير بحبه وهو ليوناردو دي كابريو، يلي هو فينا نقول أنه نجم بكل شيء بيعمله، وتأثرنا مؤخرا بدوره بفيلم The Great Gatsby.
انا عندي خبريه لكم شوي مش كتير حلوه. ليش؟ مزعجه نتفه. لا نومو. كان في ايفنت اسمه جينجل بول وفي تو سيلبرتيز كانوا عم ذير بيرفورمينج بهذا الايفنت، مايلي سايرس و سيلينا جوميز. شو صار؟ مايلي سايرس كانت لابسه مثل ما هي يوجوالي شو بتلبس، بادي سوت بس انسبايرد باي سانتا، وكانت اون ستيج ماسكه شانيل فور باج. فعليه في بيرس باج اون ستيج، ما كتير فهمت ولا بدي افهم. بس انه بركي كانت عم توزع هدايا مو من قلب الشنطة. انا هيك بقول هيدا الشيء كان انسبايرد. هلا هو ما صار هالشيء بس يعني ان شاء الله يكون عندها هذا الشيء انه هيك كان قصدها براسها. وسيلينا ثاني حدا سيلينا اذا بتشوفوها يمكن شوي بتذكرنا بحلقه هالوين، لان شوي شو كانت لابسه مبين مش انسان طبيعي بيلبسه. كانت لابسه ليس سي ثرو دريس وذ ا ريد بودي سوت اندرنيث، فيري جوثيك ميك اب، فيري جوثيك بلاك دارك هير. ما لا طلع وهتش يعني عشوائي، كان بده هيك ابروم وتطير تحلق معه متخلص وبتفلت. ايه طيب انا عندي لكم بعد خبريه كتير صغيره كمان مزعجه. لا ما انا مزعجه ابدا. في عنا بطل النوم ذا جريت سليبر اللي نايم هون على ايدي، بس ما بعرف اذا قادرين تشوفوه، وعم يحلم كل الوقت. يعني منيح انه في هالبابيون لتذكرنا انه حضرته موجود. قد ما مرتاح عندك بشارة امنام. ما عندي شك. من بعد هيدا الأخبار اللي شفناها بدي أرجع أذكر مشاهدينا ما تنسوا تصوتوا على أي لوك فضلتوه من اللي نسقون هالمرة بشارة ومو عبر السوشيال ميديا، أكيد التابعة لبرنامجنا اللي عم تمرق على الشاشة. بريك صغير وما تنسوا تتابعوا معنا فقرة فاشن أليرت لنشوف شو هي الترندز اللي استوقفتنا بهالأسبوع وشفناها على السيلبرتيز. وصلنا لفكرة فاشن أليرت ورح نقدم آخر نصايح لليلة. اليوم عم نشوف كتير تياب بيض وسود، بس بيبقى السؤال كيف منلبس هاللونين الأبيض والأسود من دون ما نبين كلاسيك؟ فيها نلبس على طريقة بوبي دوليفين اللي لبستهم مع جاكيت ملونة، أو على طريقة جينيفر لورنس بلوزة بيضة وبنطلون أسود هيرم بانت، أو على طريقة كيت موس اللي لبست المصمم مارك جايكوبس كوت سترايب مع فستان أسود، أو على طريقة بليك لايفلي اللي لبست من ماركيزا. طيب وأنا رح أقلكم كيف فينا نلبس الدانتيل والجيبور بكذا طريقة. فأخترت لكم أطلالات من النجوم فرجيكم هالصور. أماندا سيفريد لبست من فالنتينو فستان ليس زهري قصير. في كريستينا أبل جيت لبست فستان ليس من المصمم إميليو بوتشي. في عنا تايلر سويفت لبست فستان مشغول بالجيبور على الصدر للمصممة اللبنانية ريم عكرة، أو فينا نعجقها على طريقة بابي دوليفين اللي لابسة لوك كامل لدولتشي أند جابانا، هو عبارة عن تنورة ليس وبلوزة مطرزة. شو رأيكم؟ أنا مع الليس. أنا مع الليس. حبيت كيف قلت لهم معجقة على طريقة دولتشي أند جابانا. أنا رح أعطيكم تيبس كيف فينا نتبع سيلبرتي ستريت ستايل. كتير حلو بس نطلع على سيلبرتيز كيف بيلبسوا in their daily life، لأن مش دائما بيلبسوا بس ديزاينر outfits، كمان بيلبسوا براندز نحن عنا availability لألون مثل H&M وزارة. في عندي 3 examples رح نشوف كيف فينا نعمل mix and match between designer brands أو retail brands كتير عاديين نحن فينا نشتريهم. في عنا أول حدا بار رافائيل لابسة كنزو توب وغراي زارا بانتس. نايس. تاني حدا عنا إما روبرتس لابسة a black dress by H&M. وتالت حدا عنا جيسيكا أبا كانت لابسة a total H&M look. وبدي أرجع عيدنه كتير حلو بس نشوف كيف celebrities أوقات بيعملوا mixing and matching of designer brands أو commercial brands. إنه هيدا شوي inspiring إنه مش ضروري بس نلبس full designer outfits أو full commercial brands، فينا نعمل the mix and match ليصير عنا a unique look. ايه وسبيشال اذا عندك انت ذوق حلو مش ضروري انك تلبس كله فول براند من فوق لتحت. مزبوط. كمان مثل ما قال مو ميكس اند ماتش بيطلعوا كمان. انا كثير بحب ميكس اند ماتش، يعني حتى انا اليوم كيف لابس ام توتال ميكس اند ماتش لوك بيرفكت.
ومن نصايح مو بدي اختم هالفقره مع هالفستان الاخضر من ماركيزه اللي طلت فيه ميشيل اوباما السيده الامريكيه الاولى بحفل بالبيت الابيض، واعتبرت الصحافه انه هذا الفستان اجمل فستان طلت فيه السيده الاولى من بدايه وجودها بالبيت الابيض. وبالمقابل في عنا لوك للفاشينيستا اللي انا كثير بحبها انا دلوروسو اللي لبست من سان لوران فستان مش لعمره، بس شو قصه هالبوتس؟ فما تقولوا لي انه احنا لازم نتقبل من بعض الاشخاص الغلط، ممنوع انه غلط هيك غلطه مش هيك؟ اي عم هيدي لطشه عم بتقلي لالي هيدي لطشه لالك مو اتس اوكي فادي اتس اوكي انا بس شوف حدا عم بغلط مثل انا ديل روسو ما كثير بنزعج، بعرف في كثير عالم عندهم مشكل مع ستيله، بس بفضل شوف حدا مثل عم بغلط على انه حدا غير ما بعرف. انا بحبها تكون هيك daring and edgy. يعني فينا نقول انه الغلط مشاهدينا هفوة انسانية، بس الغلط على الهواء بياخد حجم تاني. رح نشوف سوا هالريبورتاج. I'm happy as can be tra-la-la-la-li as happy as a captain can be. قطعت بامبر. الضيف بدا الضيف صحتين مو فساتين للشريرات او لل اما يكون بيبشارز كلوزت. اليوم رح نحكي عن فساتين ممكن اما يكون ليه ما قلت لك انه جبنا نظافه؟ على فكره هول الفساتين هن من الستينات. اوه ما لا 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 تنتا تنتا ما كانوا حلوين بس ما رح يكونوا احلى من شانيل. أما يكون بما أنه حكينا اليوم عن إيش ساري جانيوري جونسون جونز وعنا خبرية هلأ ل وعنا خبرية هلأ ل وهلأ شو رأيكم نتعلم العربي مع فاضية؟ نحن كنا عم نجرب أنه مش أنه نطرق فيهم. شو نطرق فيهم؟ سوري بس شو كنت عم تجربي تقولي؟ بدي اقول بدي نبخش فيهم بس قلت بخي بغيرها. فاديا عم تحكي جد؟ لا ما بقول لك ما بدي اقول بخيش قلت منطرق. شو يعني منطرق؟ رح احكي صراحة. ليه صراحة؟ ليه بالعادة ما بتحكي الصراحة؟ No one else can make me feel the colors that you bring. America's Got Talent. وكل العناوين الإلكترونية ربا أجونا البهدادات. ألو ساندويش نطر دقيقة. يلا بي ذا هانجرز الساندويش صار عنده أجرين. ترونا أكيد أسبوع جديد. أسبوع جديد. أسبوع جديد. أسبوع جديد. I'm happy as can be tra-la-la-la-li as happy as a captain can be. يعني صراحة ما بعرف شو عاملين فينا بهالريبورتاج. يعني فادية أنا كتير مبسوط إنه ما مصورين كل شيء، يعني واضح إنه في أشياء نسينا قطعت ويا أما ما مصورينا يا أما نسينون شو أو يمكن ما بدهم كتير يفضحوني لإلي وسبشلي أنا بالحكي العربي تبعي قديش كان في أغلاط. كتير حبيت مو أنت كيف مشدوب شالت لك أمريكان آيدل. أمريكان آيدل هيدي بعتقد مرة أمريكان جوت تالنت. لا وعم غني ميني ريبرتن سوري جايز انا مش هالقد بوليت ان ريل لايف بس انا وبخصوص هاي ما بعرف بتعرفي بس تعيدي وما تثبت مايك فبصير بس اكثر شيء بشعره ها؟ لسانه بشعره كثير بيم بشعره انت مشهور صرت بلسانك اكثر شيء ما عجبتك اينشتاين كمان عنده صوره كثير مشهور فيها بلسان بس مهضومين يو جايز انا حاشتغل انا كثير انبسطت الاوقات و احلى شيء احلى شيء حبيت رقصت بشعره انا احلى شيء كانت الرقصه فظيع هلا بعمل لكم وحده ثانيه. شو رايكم هلا بشعره ومو وفاديه واكيد كل المشاهدين نشوف سوا نتائج التصويت للفوتوشوت اللي انعرض الحلقه الماضيه وكنا مستوحينه من السوبر مودلز واما ننتقل لاخر مره مع بشاره كلوزت. مثل ما وعدناكم رح نعطيكم نتائج فوتوشوت الجمعة الماضية اللي حمل عنوان When Supermodels Rule the World. من بعد أسبوع من نشرهم على السوشيال ميديا بلاتفورمز إنستغرام فيسبوك وتويتر توصلنا لنتيجة أنه اللوك نمبر 1 هو اللي نال أعجاب المشاهدين أكتر شيء. Great job Mo! آخر مرة رح أقول بشارة كلوزت بـ The Hangers
في عنا لليوم fairy tale dresses. هلا للfairy tale dresses بما انه اشتغلنا انا ومو على نفس الثيم، قلت انا لازم كمان هيك اجيب معي شيء كتير سبيشل لهيدي الفقره. صح فاديا؟ مثل ما انا اليوم كمان بنهايه السيزون جبت بيبي، جايبه معك بيبي. مزبوط. هلا حفرجيكم اول فستان اللي هو للورا اشلي، معمول من رو سيلك. فينا نشوف التكستشر تبع الحرير اللي مصنوع منه للفستان على بالعين مجرده حتى بنقدر نشوفها. والفستان مقصوص قصة برنسس، يعني عنده الكوب. انا بحب برنسس كات اصلا، كثير حلو برنسس كات. منه كثير منفوخ لانه منه كثير قديم الفستان، يعني ما عمره اكثر من 40 سنه. اوكي، هذا كان اول واحد. ثاني فستان هو قلت لازم اجيب معي كمان شيء شوي منه بس هيك خيال او خرافه، كمان شوي قريب، شيء قريب من الفيري تيلز الحقيقيه اللي بنشوفهم هلا، اللي هن قصص الغرام بين الامراء والاميرات وما بعرف شو. فقالت انه لذيذ نجيب فستان هيك انجليزي بامتياز، و اتس ا ديزاينرز كولكشن بريتشاير. كله مشكوك على الايد وفي بقلبه ستونز من كل الالوان. انا كثير بحبه لهيدا الفستان لانه حرير ساتن سيلك. ثالث فستان معنا هو فستان عرس من بوتيك فاسكان، شغل ارمني الفستان ومعمول بالخمسينات كفستان عرس، بس انا لقيته كثير بيوحي بانه فيري تيل لانه في بقلبه كمان كثير شغل على القماش بحد ذاته. والقماش بتاخد العقل لانه من فوق لتحت هي قماشة وحده نفس الشيء. اكزاكتلي. وعنده كمان على الخصر سنتور حرير. اخر فستان اللي انا ما فهمت اللي فاديا ما كتير حسيته بيشبه الفيري تايل، بس انا حبيته لانه عنده الكمام الكتير كبار اللي منشوفهم بالافلام عند الفيلن، واللي هي كمان مو كمان حكي بالريبورت تبعه عن الفيلن اللي بيكون بالفيري تايلز. وحبيت الكومبينيشن تبع الالوان لانه منا بس بيضة مثل كل الفساتين ومثل الشوت اللي انا عملته اللي كنت حابب فيه كتير الابيض، كمان في عندها اللون الاحمر اللي هو لون الدم بكتير من القصص، والاسود اللي هو لون الشر. فقلت انا لذيذ كمان هيك نشوف الكومبينيشن، ولذيذ هيدا الفستان انه الاسود اللي عليه بينفتح وبيصير مثل ترين. هيدا معلق فيه. صح، فكرت انت زدته كاكسسوار. لا انا ما زدته، هو موجود عليه للفستان. ثانك يو بشارة على الفساتين الحلوة، أكيد رح نشتاق لك، رح اشتاق كمان لمو. نحن كمان. أنا ما كتير رح اشتاق لكم لأنه رح شوفكم برات البروغرام. أكيد. مظبوط. أكيد بنقول لكل المشاهدين نحن وصلنا لختام آخر حلقة من The Hangers، بدي لكم تشاو. بدي أقول لمو وبشارة أنه تعلمت منكم كتير، علقتونا أكتر بهالمجال وكانت تجربة حلوة ورح تبقى محفورة أكيد بقلوبنا كلنا. ما تنسوا مشاهدينا تصوتوا لبشارة ولا لمو على الفوتوشوت اللي حضروا اليوم واللي بيحمل عنوان The Fairy Tale عبر السوشيال ميديا اللي عم تمرق على الشاشة. تصبحوا على ألف خير. تشاو تشاو. باي. Keep in style.